هذا يسأل عن السمسار الذي يكون بين البائع والمشتري، ياخذ إجرة. نعم لا بأس، يكون سمسار، يكون الإنسان سمسار بين البائع والمشتري، يسعى بينهما ويكون له أجرة على عمله وسعيه. لا مانع من ذلك، لأن هذا مصلحة للجميع. يقول خصوصا في مجال العقار، كل واحد العقار وغيره سمسار، يصح اتخاذ السمسار ويصح انه يعطى أجرة عن تعبه.